تركنا بيوتنا وجينا هيتنا على بيت الأباء على المدرسة هذه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ايش بدنا نقول؟ اللهم لا اعتراض على قضائه. الصف بتلاقي فيه 18 عائلة، شوف ال 18 عائلة كم طفل فيها، وكمان المي بتخس علينا، المي والأكل والخبز، يعني لما أقول لك كل نفر رغيف لطول النهار، لمين هذا بدي يكفي؟ انتشار إلقام الفلوس الأطفال. ثاني حاجة اللي هو صار مع الأطفال إسهال وسخونة، نزلة معوية يعني، صحيح نزلة معوية، والله أمراض كتير يعني، والحمد لله رب العالمين، من كثرة الكثافة السكانية الموجودة في المدارس. أول حاجة إنها يعني تخفف الضغط، هان المدارس يعني يجيبوا لنا خيام مثلا للناس اللي يقعدوا في الساحات، لأنه كتير يعني كتير في أنفار في الغرف، وحرام يعني هذا اللي بيصير فينا. هذا طبعا غير الأمراض، وفروا لنا المية، وفروا الأكل للناس.